وكمان دلوقتي برضو معانا الاستاذ احمد شكري رئيس قطاع السياحه الدوليه بهيئه ترشيد سياحه. مساء الخير استاذ احمد. مساء النور. طمنا على السياحه واوضاع السياحه، هل اتاثرنا بالجريمه الارهابيه اللي حصلت في طابا ولا ان شاء الله اثرها هتكون ضعيفه؟ هو عموما احنا علشان نعرف الاثر بدقه بيبقى بعد 4 5 ايام من وقوع اي حدث ايا كان نوعه علشان يبتدي يسمع في الحجوزات. لكن اقدر اقول انه احنا النشر كان مكثف جدا يوم الحادث على المواقع الالكترونيه وعلى التلفزيونات، في اليوم التالي الجرايد المطبوعه، اليوم اللي بعده ابتدت الاخبار تتراجع بقى للصفحات الداخليه وما بقاش في حاجه بتتنشر على الحدث. مع وجود احداث في اوكرانيا وتركيا مغطيه شويه واخده الصداره، فانزوى نقدر نقول بشكل كبير ظهور الحادث بصوره قويه في الاعلام. واحنا دلوقتي بنتعامل، احنا بقينا متمرسين كمان على اننا نعرف نتعامل مع الحوادث دي ونتجاوزها بسرعه. بالظبط، احنا يعني للاسف لينا خبره طويله في الموضوع ده. لكن احنا نقدر نقول ان احنا بنتابع الموقف لحظه بلحظه، وده اللي يهمنا على المستوى التجاري وعلى المستوى الرسمي، مستوى الحكومات بره في نصايح السفر بتاعتهم. الحمد لله هم عندهم مسؤوليه ادبيه ان هم ينشروا الحادث على الصفحه، لكن ما فيش تحذيرات بالمعنى اللي هي تحذر من السفر لمصر، ودي نقطة إيجابية. وبعض الدول كان موقفها قوية جدا معانا زي الصين اللي هي قالت إن هي بتقف بجانب مصر وعدد كبير من الدول الثانية في استكمال خريطة الطريق واستكمال الاستقرار، ودي كانت رسالة إيجابية جدا. وإحنا متفائلين إن شاء الله بإذن الله وعندنا ثقة في ومكاتب هيئة تنشيط السياحة في الخارج اتحركت؟ اتحركت على الثلاث مستويات اللي بيقولوا سيادتك عليهم. المستوى الرسمي تابع معاهم وتكلم اللي ماسكين اداره الشرق الاوسط بالتعاون مع السفارات بتاعتنا في الخارج، لان المستشار السياحي جزء من السفاره. وعلى المستوى التجاري مع منظمي الرحلات والشركات السياحيه اللي بتبيع مصر عشان نوقف على موقف الحجوزات، والحمد لله ما فيش حاجه. وعلى المستوى الاعلامي بنتابع من يعني دقيقه بدقيقه علشان نتعامل مع وسائل الاعلام اول باول، ويبقى في ما يبقى يعني نقلل المده الزمنيه للازمه وحدتها. استاذ احمد شكري رئيس قطاع السياحه الدوليه في هيئه تنشيط السياحه، بشكر حضرتك. ده الجهد اللي المفروض يتعمل او ده الشغل اللي المفروض يتعمل. بتحصل ازمه ما بقعدش ابكي ولا ولول ولا الطم، اتحرك بسرعه لتجاوزها. مساله الارهاب بقت غير زمان كان ممكن يتقال في مكان بتحصل جريمه ارهابيه الناس كلها كانت بتخاف. اسبانيا أكبر دولة فيها سياحة فيها عمليات إرهابية، لندن، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، كل ده بيحصل فيه عمليات إرهابية وبيحصل فيه مظاهرات وإضرابات، لكن حركة السياحة لا تضطرب. لكن ربما إحنا محظوظين شوية إن رجب طيب أردوغان شعبه قالب عليه والمظاهرات هناك كتير جدا وغرقان في الفساد والوحل، فبالتالي بينخفض منسوب السياحة عنده، إضافة إلى أوكرانيا اللي واقفة على رجل واحدة والمظاهرات وصاعت النهاردة 9 قتلى في مظاهرات أوكرانيا. يعني أما نبقى محظوظين يبقى نشتغل أكتر ونقفش عجلة الإنتاج. النهاردة كمان لابد نذكر من سقط ونحتفظ شهيدا وبنشد على قدين أهله. مصر شافت جنازة سامي جوزيف سائق الأتوبيس السياحي اللي تم تفجيره في طابة. جثمان وصل من شرم الشيخ وتمت إجراءات الصلاة في كنيسة مار جرجس بعين شمس. طبعا بالتأكيد المشهد بيحصل فيه الصراخ والبكاء والعويل والأهالي بيبقوا حزانة، وإحنا كمان معاهم بنشاركهم الحزن، لكن نعمل إيه؟ ده قدرنا إن يبقى عندنا التتار الجدد بيعملوا الجرائم أو بيرتكبوا الجرائم دي يقعدوا بيبقوا سعداء بيها لدرجة إنهم بيجروا فرحانين جدا وبعتين وفد الأثيوبي عشان يقول لهم ابنه صد النهضة، عطشوا الشعب المصري، جففوا اراضيه، يعني شيء فوق العقل. وكانوا بيزعلوا لما نقول احنا شعب وانتوا شعب، لا احنا شعب وانتوا عصابه راي مدحت العدل. نشوف الجنازه ونرجع تاني.